لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق التي توصلنا إليه مع النقابات التعليمية والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم، وتمهيدا للمصادقة على النظام الأساسي المتوافق حوله الذي خضع لعدة نقاشات وتوافقات مع النقابة الخمس الأكثر تمثيلية. صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07/00 القاضي بإحداث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والذي أغتنم الفرصة لشكركم حضرات السيدات والسادة البرلمانيين على تعجيلكم بالمصادقة عليه قبل ما تمي هذه الدورة، حتى يتسنى وضع الإطار القانوني الكافي بتقديم الضمانات الأساسية لكافة أطر التربية والتكوين، بغية أن يتم إضفاء صبغة الموظف العمومي على جميع العاملين بهذا القطاع. إن هذا التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المكاسب غير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين تعكس وفاءنا بتعهداتنا والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم الذي نعتبر شركاءنا في تنزيل الإصلاح، كما تؤكد الرغبة الكبيرة للحكومة في المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية. وأغتنم هذه المناسبة لأخبركم السيدات والسادة النواب عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي وفاء بالتزامنا في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.